تعرفي ان انت في حاجه شدتني ليكي كده. افراح الريف من السبعينات والى الان كانت بتبقى المسافات في السبعينات قصيره. كيف ابتهج المصريون بحفلات الزفاف؟ يعني تقريبا الخطوبه وكتب الكتاب الحنه الفرح كله ما يستغرقش شهرين او ثلاث شهور. كيف تغير الفرح في الريف على مدار عقود؟ وما هي المظاهر التي اختفت؟ وما هو الجديد الذي حل؟ انا دخلت في اوضه والناس كانت راضيه وكله راضي وفي تعاون وفي تفاهم بين الناس وبعضيها. بين عده اجيال كيف احتفل المصريون بالخطوبه والزفاف؟ انا لبست خمس خفاطات في عرض. لا رب الكعبة خمسة. أصل كان الخطوب بيتقدر بعشرة جيل. طب والله هو كان زي دلوقتي. وأين ذهبت مهن الماضي المرتبطة بالأفراح؟ كل العائلات بتشترك في الفرح، يعني بنقعد بتاع شهر نغني للعريس والعروسة لغاية ما العريس والعروسة يدخل على بعض. الفرح الريفي وثائقي قريبا على DMC.